أكتر حاجة من وجهة نظري اللقاء الأخوي، لقاء الأخوي اللي استقبل فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بعد الظهر. احنا امبارح استقبلنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، النهاردة كان فخامة الرئيس ومصر بيستقبلوا أيضا بقية الزعماء العرب، استقبال العاهل الأردني، استقبال العاهل البحريني، استقبال رئيس الوزراء العراقي. حاجة الحقيقة بتبقى مشرفة ومحترمة. يمكن احنا شايفين هنا جانب من استقبال فخامة الرئيس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مطار العلمين، اللي برضو هو جزء من نقاط الفخر المصرية، فخرنا بما نصنعه بإيدينا وبعرقنا وبشقانا فنباهي به الأمم. أعرب فخامة الرئيس عن كل التقدير والمودة اللي بتكنها مصر قيادة وشعب للأواصر التاريخية الوثيقة اللي بتجمعها بالأشقاء من الدول العربية. يمكن برضو اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة جانب من استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو عاهل البحرين. شوف التعاون العربي المشترك، ومش هسميها الشراكة العربية لأنه الشراكات من الوارد جدا أنها تكون ما بين أصدقاء غير أشقاء، لكن الشراكات ما بين الإخوة والأشقاء بتختلف. أيضا هنا زي ما حضراتكم شايفين ده استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادة رئيس الوزراء العراقي، أو دولة رئيس الوزراء العراقي إن أردت أن تصفها بروتوكوليا بالمصطلح السليم واللائق أيضا. وده هنا استقبال لصاحب الجلالة عاهل الأردن. الكل منور مصر بالمناسبة، منورين ساحل البحر الأبيض المتوسط في جانبه الغربي من جمهورية مصر العربية، وتحديدا في العلمين. العلمين اللي هيجي يوم، وخلينا بقى فاكرين اليوم ده اللي هتبقى فيه عاصمة البحر المتوسط كله، يعني يمكن أنا أشوفها عاصمة شرق المتوسط حتى هذه اللحظة. هيجي يوم مع اكتمال المدينة دي وهتبقى فعلا عاصمة المتوسط كله، عاصمة حوض البحر الأبيض المتوسط، لا فقط شرق المتوسط ولا فقط جنوب المتوسط ولا عاصمة الساحل الشمالي زي ما بعض الناس تحب تقول، لا، البلد دي هتبقى عاصمة البحر المتوسط ككل، مش بس عشان جمال المعمار اللي فيها، لكن لأنها مدينة. مدينة تاني بعد لك وبزد لك بدل المرة 9,000,000,000 مرة، دي مدينة لكل المصريين، فيها بيوت الإسكان الاجتماعي، فيها بيوت الإسكان المتوسط، فيها بيوت للناس اللي عندهم ما شاء الله فلوس حلوة يعني ويقدروا يسكنوا في بيوت غالية حبتين. سيبك من اللي هيقعد يروج لك ويقول لك وانت عارف الشقة هناك في الأبراج بكام، أيوة الشقة اللي في الأبراج أكيد غالية، وفي شقق تانية أرخص فأرخص فأرخص فأرخص، وصولا إلى إسكان أهالينا الإسكان الاجتماعي. هرجعك على لقاء الأشقاء اللي تبادل أو اللي حصل فيه تبادل لوجهات النظر ما بين الزعماء العرب علشان تعزيز لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، الاستغلال الأمثل والأجود والأرفع في جميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون ما بين هذه الدول الشقيقة. اللي بيحصل في مصر كل يوم كل يوم لازم يخليك يبقى واحد عندك ثقة في نفسك جدا، عندك ثقة حقيقية في قدرة هذه الدولة على المرور وعبور أي أزمة بتمر علينا. حققت معدل نمو فحسبت من ضمن الأربعة عالميا اللي حققوا معدلات نمو إيجابية، ومعدل نموك في فترة الكورونا ده أنت مصر، معدل النمو بتاعك في فترة الكورونا كان 3.6 لما كانت أدخن اقتصادات في العالم تحت الصفر. هل عشان أنت أقوى منهم؟ لا لا، ما أنتش أقوى اقتصاد في العالم، بس أنت كنت اقتصاد أدير بذكاء، كنت ولا زلت. وعدينا الكورونا، حصلت الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا،
وحصل التشكيك، افتكر قال لك الحق مصر خلاص على عتبة الإفلاس، وهيحصل وشبه دولة كذا وشبه دولة مش عارف إيه، والمصريين مش هيلاقوا القمح. بالمناسبة، هو الدقيق موجود في المحلات وفي السوبر ماركت ولا لأ؟ والعيش موجود ولا لأ؟ وإيه اللي بيحصل في العالمين؟ واللقاء الأخوي في العالمين وزميلتنا العزيزة ريهام الديب من مدينة العالمين الجديدة. إزيك يا ريهام؟ اهلا بيك يا يوسف، وطبعا برحب بكل مشاهدينا. خليني ابدا يا يوسف الحقيقه ان انا بشكرك جدا على العبارات المتتاليه اللي انت قلتها، فعلا عجبتني جدا وعبرت عن معاني عندنا كلنا، انه قافت حارتنا النسيان. احنا فعلا بننسى حاجات كتيره جدا، ازمات مصر كانت بتتعرض ليها وقدرنا الحمد لله ان احنا نتخطى هذه الازمات. لو انت موجود دلوقتي في مدينه العالمين الجديده، قد ايه هتشعر بمنتهى الفخر ان انت مصري، وانه المدينه دي اللي تم وضع حجر الاساس ليها في 2018، ان على مدار السنين القليله دي بقت بهذه العظمه. الحقيقه هو صرح عمراني اكتر من رائع بكل مقومات النجاح الحقيقه، سواء بالنسبه للطرق، سواء بالنسبه للمنشات، المراكز السكنيه، ناطحات السحاب. طبعا الصوره اكيد يعني هي خير معبر عن نفسها وعن جمال مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر والجمال. تحولت هذه المدينة بالفعل لمدينة السحر والجمال، مش مجرد كلام، مش مجرد وصف، هي فعلا حقيقة. الطقس في منتهى الروعة، الجو فعلا يعني مش قادرة أوصف لك قد إيه جميل جدا. طبعا الصبح كان حر، ده يعني علشان دلوقتي عموما الدنيا الحرارة مرتفعة في كل مكان، ولكن دلوقتي فعلا الممشى اللي احنا موجودين فيه ده المفروض ان هو الممشى السياحي، في عدد كبير جدا من المصطفين طبعا موجودين، في عدد ايضا كبير من الاجانب، وبالتالي مدينه العالمين الجديده قدرت ان هي تجذب المصطفين المصريين للداخل بدل ما يسافروا بره، لان فعلا المدينه فيها من اجمل الشواطئ العالم اللي موجوده على الساحل الشمالي بشكل عام، وفي مدينه العالمين الجديده بشكل خاص، بالاضافه كمان الى انه احنا عايزين نأكد على ان هي من ابرز مدن الجيل الرابع. الحقيقه كل مقومات التكنولوجيا الحديثه موجوده هنا، تطور كبير جدا حاصل في الطرق وفي الكباري وفي اللافتات الارشاديه بشكل الحقيقه واضح جدا، حتى لو ظهرت للناس في بعض الاحيان ان هي مختلفه، ولكن الحقيقه في توضيح لكل مكان اي شخص عايز ان هو يروحه من خلال اللافتات الارشاديه. ولو هنرجع طبعا للقاء الأخوي اللي فعلا بيهتم أو اللي ليه أهمية كبيرة للغاية في هذا التوقيت، هذا اللقاء الأخوي الخاص جدا، هذا اللقاء المصري الأردني العراقي البحريني الإماراتي اللي بيأتي في توقيت بالغ الأهمية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات اللي بتحيط بالمنطقة. رمزية اختيار مدينة العالمين الجديدة مهمة جدا الحقيقة، لأن هي بتؤكد على أنه في تقارب في الرؤى ووجهات النظر بين مصر وبين الأشقاء العرب وبين الدول العربية الأشقاء. طبعا الحقيقة يعني اللافتات الخاصة بزعمائهم موجودة في كل شوارع مدينة العالمين الجديدة، تقارب بشأن أهمية البناء والتنمية. طبعا في تحديات بتحيط بالعالم كله في ظل الأزمة أو الحرب الأوكرانية طبعا الروسية، وكمان التداعيات الخاصة بكورونا، ولكن برضو لازم نؤكد على أنه رغم كل هذه التداعيات والتبعات السلبية اللي الحقيقة انعكست على الدول العربية بشكل خاص من خلال أزمة الطاقة، من خلال أزمة الغذاء طبعا زي ما احنا عارفين، ولكن لازم برضو نؤكد على أنه في تقارب في الرؤى، أنه لابد من مواجهة هذه الأزمات وهذه التحديات من خلال البناء والتنمية. خير دليل على البناء والتنمية مدينة العالمين الجديدة، وغيرها طبعا من المشروعات التنموية الضخمة، المشروعات العملاقة اللي مصر بتشهدها حاليا، بتوفر فرص عمل كبيرة جدا، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير جدا. لما نلاقي مدينة العالمين الجديدة وفيها هذه الأبراج وناطحات السحاب، وأيضا بتعتبر الحقيقة يعني مركز لأنه يتم يعني الاحتفال فيها أو يعني العمل على إعداد أكبر الفعاليات العالمية، برضو بالنسبة طبعا لمطار العالمين النهاردة
الحقيقة كنا موجودين في ظهرا عند استقبال طبعا الزعماء العرب اللي كانوا في أو الموجودين وبيشرفوا مدينة العالمين الجديدة. هذا المطار فعلا بيعتبر أيضا صرح عمراني ضخم جدا بناء على توجيه من القيادة السياسية أنه لازم يكون هذا المطار هو مطار دولي ذكي يعتمد في الأساس على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بكل الخدمات بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الطيران وفي المطارات وبالاستفادة من الموقع المتميز والفريد لمدينة العالمين الجديدة لكي تكون محورا للنقل الجوي والنقل التجاري والنقل اللوجستي وبالتالي في عملية تنشيط لحركة الاستثمار والحركة التجارية واللوجستية بشكل كامل. طبعا هذا اللقاء الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيه عن كامل التقدير وعن كامل المحبة لضيوف مصر الكرام والعلاقات الوثيقة والممتدة والتاريخية والمتجذرة الحقيقة بين مصر وبين الأردن والعراق والإمارات والبحرين. هذه العلاقات اللي نقدر نقول إن هي بتعتمد في الأساس قوامها الاحترام والتآخي والمصالح المشتركة وأيضا وحدة الهدف والمصير بشكل كبير. لو قدرنا نتكلم على كل دولة من هذه الدول العربية الشقيقة هنتكلم كتير جدا على مدى قوة وعمق ومتانة العلاقات المصرية مع هذه الدول العربية الشقيقة، وبالتالي هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة من أجل العمل على تعزيز التعاون بين مصر وبين هذه الدول العربية، العمل على دعم يعني التضامن العربي المشترك والعمل العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات اللي بتواجه العالم واللي بتواجه المنطقة العربية بما فيها طبعا من أزمات سواء بالنسبة لليبيا بالنسبة للعراق بالنسبة ل يعني القضية الفلسطينية اللي هي قضية العرب طبعا المركزية، وباعتبار انه مصر ودايما بنؤكد على ان هي قلب العروبة النابض قلب الأمة العربية النابض من خلال دورها الريادي والمحوري في المنطقة لتدعيم الاستقرار والأمن والسلام الشامل والمستدام في المنطقة بالكامل. والحقيقة ده مش بس يعني بالنسبة للدول العربية ولكن العالم الآن بيعي ويدرك تماما قيمة مصر في المنطقة وأنه الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ أبدا من الأمن القومي المصري، وبالتالي كل هذه الجهود التي تبذل من قبل القيادة السياسية للم الشمل العربي لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كل التحديات اللي موجودة في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبين مختلف الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والبناء والازدهار مكافحة الإرهاب وأيضا على الجانب الآخر البناء والتنمية والازدهار، وبالتالي بتأتي الأهمية الخاصة باختيار مدينة العالمين الجديدة كرمز للبناء والتنمية والازدهار واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأحدث النظم التكنولوجية في واحدة من أهم مدن الجيل الرابع. اتفضل يا يوسف. أشكرك يا ريهام بجد والله على كل هذا الشرح المستفيض والوفي والرائع، بس أنا هسألك سؤال يبدو غريب شويتين معلش أنا آسف، هو هل تم إخلاء مدينة العالمين من الرواد والزوار والمصطفين فتصبح المدينة خاوية إلا من الأشقاء والوفود الرسمية؟ انت شايف ايه؟ هي الصورة برضو هي بتعبر عن نفسها على فكرة، إجابة لايقة على السؤال. احنا حوالينا ناس في كل مكان مش كده؟ لا هو فعلا انا دايما بقتنع انه دايما الصوره الحقيقه بتعبر قوي عن نفسها من غير حتى ما احنا نوصف ونتكلم، لانه دايما بنلاقي ان اهل الشر على طول بيقولوا ان احنا بنقول مجرد كلام مرسل. مش كلام مرسل، هو الحقيقه الصوره هي بتعبر والناس حوالينا في كل مكان ممكن يكونوا يعني في كمان اعداد كبيره جدا مش باينه ورا الكاميرا، بس طبعا في اعداد كبيره جدا موجوده. وبالمناسبه على فكره يعني خلال طبعا الزيارة بالتأكيد يعني بيكون في أعداد كبيرة زي ما أنتم شايفين، ولكن كمان في غير وقت هذا اللقاء الأخوي المهم جدا أيضا في أعداد كبيرة جدا. وجينا هنا قبل كده واللي أنا قلته لك في البداية يوسف أنه اللي إحنا شفناه في 2018 أنه يكون وضع حجر الأساس وبعد فترة وجيزة الحقيقة يعني بضع سنوات نلاقي نفسنا أمام هذا الصرح العمراني الضخم
وهذه المدينة اللي بتعتبر فعلا مدينة من أروع المدن، سواء جاذبة للاستثمارات، جاذبة للسائحين أيضا. الحقيقة هي برضو بتعمل على فكرة مهمة جدا، أنه عملية نقل التكدس السكاني إلى هذه المنطقة، لأن هي الحقيقة مصممة أن هي بتستوعب أعداد كبيرة جدا من السكان من خلال الوحدات السكنية الموجودة، من خلال المراكز الطبية. أكبر مركز طبي موجود هنا، يكون في مركز المؤتمرات أيضا. شايفين طبعا الأبراج ورايا وزارة الإسكان، الحقيقة في مبنى ضخم جدا. إذا يعني كل مقومات المدينة المتكاملة بكل ما فيها من خدمات، الطاقة الشمسية هنا بتستخدم بشكل كبير جدا. خليني برضو أقول لك حتى على أنه في أماكن كثيرة قوي بيكون في احترام كبير، والحقيقة دي حاجة يعني أنا قدرتها جدا، أنه في احترام كبير لذوي القدرات الخاصة، يعني سواء في الباركينج، سواء في يعني في أماكن كثيرة جدا الحقيقة، من اللي يعني أي حد بيرتدها في المولز، بيكون في أماكن خاصة بذوي القدرات الخاصة لمساعدتهم بشكل كبير. إذا نقدر نقول إن احنا فعلا أمام مدينة متكاملة، مستقبلها كبير كمان خلال الفترة القادمة إن شاء الله. ريهام، إذا الإجابة يعني طويلة على سؤالك شوية. خالص إطلاقا والله بجد، إذا كنت زرت العالمين قبل كده، هنا أقدر أسأل، إذا كنت زرت يعني، هل أقدر أسألك أقول لك إنه إيه شكل أو حجم أو مدى الاختلاف اللي شفتيه من العالمين أو في العالمين قبل كده عن زيارتك الحالية؟ الحمد لله أنا تشرفت إن أنا كنت موجودة في وضع حجر الأساس، عشان كده بقول لك إنه لما تم وضع حجر الأساس، طبعا الجملة مفهومة يعني. لما يتم وضع حجر الأساس في 2018 يا يوسف، وإنه دلوقتي وإحنا في 2022 تكون قدام العظمة دي، أعتقد إن دي يعني ده إنجاز كبير جدا. إنجاز بيحدث في ظل أزمة اقتصادية عالمية، في ظل تداعيات كورونا اللي ضربت العالم كله، واللي كان ليها أثار سلبية على العالم كله، ومش بس مدينة العالمين الجديدة، غيرها من المشروعات الضخمة، المدن الجديدة وغيرها الحقيقة من مشروعات النقل والطرق، والحقيقة مختلف المشروعات. علشان كده أنا توقفت جدا عند الجملة اللي أنت اتكلمت فيها في البداية خالص، إنه إحنا لازم نفتكر كويس قوي إزاي إحنا مرينا بأزمات صعبة، وإزاي قدرنا إن إحنا نتحدى هذه الأزمات، وإزاي أيضا قدرنا إن إحنا نتحداها بالبناء والتنمية. مسألة إنه يكون في خط متوازي ما بين مكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت إحنا بنبني وبنعمر، دي معركة تانية ومعركة مش سهلة أبدا. والحمد لله قدرت مصر إن هي يعني تحقق نجاح كبير، العالم كله بأسره الحقيقة يعني بيعترف تماما بنجاح مصر، وإن هي أصبحت مثال يحتذى به في مكافحة الإرهاب وأيضا في البناء والتنمية والمشروعات العملاقة والضخمة وجذب الاستثمارات بشكل كبير، بالإضافة كمان إلى دورها الريادي في المنطقة. مصر دورها واضح جدا في مختلف الأزمات اللي الدول العربية بتمر بيها. هذا اللقاء الأخوي الخاص هو ليس هو اللقاء الأول، ولكن كانت هناك الكثير من القمم اللي جمعت بين مصر وغيرها من الدول العربية، اللي بتعكس أهمية دور مصر ومحورية دور مصر لتحقيق السلام والأمن والأمان والسلام الشامل والمستدام زي ما ذكرت قبل كده. والحقيقة عايزة أحط تحتها كذا خط، السلام الشامل والمستدام. وتأكيد مصر دايما الحقيقة من خلال الكلمات القوية للسيد الرئيس في مختلف المناسبات، إنه الأمن القومي العربي هو خط أحمر لا يمكن أبدا التهاون فيه. مصر دايما والعرب ينظروا ليها إن مصر قوية وهي السند القوي لهم جميعا، مصر دائما في وجدان كل عربي. عشان كده دايما بنكرر إن هي قلب العروبة النابض، برضو مش مجرد كلمات أو عبارات، ولكن هي معاني بتتجسد من خلال المواقف المصرية في مختلف الأزمات اللي بتمر بها دول المنطقة بالكامل. صحيح ريهام، أنا تعبتك كمجرد العادة، يعني أنا معتاد أن أنا تعبكم معايا في النشرة والبرنامج، وتعبتك معايا الليلة دي. أنا بشكرك جدا 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 يا ريهام، وبالتوفيق واستمتعي. أنا بشكرك جدا، بختك. أشكرك جدا. شكرا لك يا ريهام، ألف شكر ليكي زميلتنا العزيزة ريهام الديب. خلونا ننتقل لخبر آخر.
النهاردة استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وحوالي 90 شاب من المشاركين في ملتقى لوغوس الثالث للشباب 2022، بيقام في نسخته الحالية تحت عنوان عودة إلى الجذور. مهم أوي ده. ده في مقر رئاسة الوزراء في مدينة العالمين الجديدة. وخليني هكلمك شوية على مقر رئاسة الوزراء ده شوية كده، لحظة كده بس لما أكمل. النهاردة أكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إن المصريين بيشتغلوا مع بعض كنسيج واحد، وإن مصر تستوعب كل أبنائها بلا تميز ولا تمييز ولا تحيز. رئيس الوزراء قال للشباب اللي كانوا حاضرين: أتمنى أن تكون زيارتكم لمصر فرصة عشان تشوفوا بنفسكم حجم التنمية الكبير اللي تم إنجازه في مدينة العالمين الجديدة. ولفت إلى أنه من 5 سنين لما كان وقتها بيتقلد مسؤولية حقيبة وزارة الإسكان، ما كانش في الموقع ده اللي هم قاعدين فيه وحواليهم طوبة واحدة، كانت المنطقة كلها عبارة عن ساحل رملي فقط. تعالى هنا في الحتة دي تحديدا أفكرك وفكرني وفكرنا كلنا، هو احنا مش كلنا طلعنا للحتة دي وشفناها مرة أو مرتين زمان أو قريب؟ يعني قبل 2018 كان في أي حاجة؟ ده ماضي قريب جدا جدا، ليس بالماضي البعيد علشان تنساه. انت ازاي تنساه؟ طيب هو العالمين دي مدينة أشباح ولا الناس رايحة والناس جاية والناس بتاكل وبتشرب وبتنزل البحر وبتنبسط وزيارات اليوم الواحد موجودة والأوتيلات مليانة والناس اللي بتشتري شقق في الغالي موجود وفي المتوسط موجود وفي بتاع أهالينا الإسكان الاجتماعي موجود، الجامعات مفتوحة وشغالة؟ يعني ما هياش مدينة أشباح، عشان ما يجيش حد برضو يهبد معاك يقول لك إيه بيبنوا مدن للأشباح، تعرف هو يعمل ايه كده بتاع، ما بيحب هو يلبس جاكيتات حمراء كمان. المهم لا، المساله مش كده، المساله ما هياش مدينه اشباح، كل حاجه موجود، حفلات موجود، موسيقى موجود، كل الوان الموسيقى والفنون والغناء، كل الوان الترفيه المصيفيه موجوده. للغلبان مفيش حد اسمه غلبان، لا، لاهالينا الطيبين قبل أصدقائنا الأغنية. ولا أنتوا نسيتوا الشاطئ المجاني اللي أنا عرضت لك بدل الصورة منه 4 صور؟ وبالمناسبة أهالينا يحكموا مش أنا اللي هحكم. طيب تعالوا نكمل، وهنا تحديدا فيما هو متعلق باللي قاله قداسة البابا تودروس. قال أنه يوجد في المدينة كنيسة القديسة مارينا في الساحل الشمالي، وأنه كمان بيتم بناء كنيسة جديدة. ولفت أن كل هذه الإنجازات اللي بتتحقق في مدينة العالمين الجديدة هي مجرد عينة لما يجري على أرض مصر من تطوير. قداسة البابا تودروس قال للشبان اللي كانوا حاضرين: لا تصدق أي إعلام يقدم صورة مشوهة عن مصر، ولابد انك تضع في اعتبارك الصورة الجميلة اللي انت شايفها بعينيك على ارض مصر واقعيا، واللي بتتحسن يوم بعد يوم، بل وطبقا لقداسة البابا ساعة بعد ساعة. كمان ينبغي عليكم، ده في كلامه للشباب، انكم تنقلوا الصورة دي للبلاد اللي انتوا عايشين فيها وتكونوا خير سفراء لهذا البلد. لو سمحت لي أزيد الكل من الشعر بيت: كل واحد فينا ينفع يبقى سفير، مش سفير بالمنطق الدبلوماسي، سفير أي ناقل للوضع. أنت تريد أن تنقل وضعا حقيقيا براحتك، عاوز تنقل وضع غير حقيقي وفي خيالك بمبالغة غلط ما تبالغش، عاوز تنقل وضع مشوه برضو غلط بس براحتك، مفيش حد هيضربك على ايدك ولا هتاخد وسام، بس هتاخد شرف لما تنقل وضع حقيقي، لما تنقل صورة حقيقية، هتقف قدام نفسك حاسس ان انت انسان محترم وشريف، وده المهم.
ساعات كتير البائسين يصفون الشرفاء عندما ينقلون صورة حقيقية هيقول لك دول كذابين ومنافقين وبيضحكوا عليكم. في الحالة دي أقدر أقول لك حاجة ظريفة قوي، خد بعضك أنت وشلة من أصحابك وخدوا لكم ميكروباص لطيف أو حتة سبعة راكب وشد على العلمين، اتفرج واحكم وتعال نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. مدينة العالمين الجديدة المشروع عبارة عن 128 عمارة، احنا كشركة هنا بننفذ 18 عمارة، عدد الوحدات 576 وحدة اللي بننفذهم. المشروع وصل لنسبة إنجاز تقريبا 97% أو 98%. المشروع شامل المرافق، شامل اللاندسكيب، شامل الربط على المرافق، شامل الطرق، عمارات متكاملة. المشروع طبعا يعني هنا لو احنا بنتكلم عن الشهر 5/2019، لو حضرتكم جيتوا هنا في الوقت دوت ان انت تتخيل الحجم الانجاز دوت وصل له المشروع، لا صعب جدا، صعب جدا ان العقل يدركه او يوصل مستوى الادراك فيه ان انت توصل الانجاز دوت والمعدل دوت وفي الوقت الزمني دوت برضه. احنا هنا اولا بنشتغل في اداره المرافق هنا ان احنا بننفذ شبكات المياه وشبكات الصرف وشبكات الري وشبكات طبعا صرف صحي وصرف مطر، تمام، وعندنا شبكه الغاز وشبكه الكهرباء، تمام. احنا نسبه الانجاز بتاعتنا بتاعه المنطقه دي، منطقه الامل، المنطقه اللي هي ال 18 عماره دول، نسبه انجاز يعني تقدر تقول ان احنا خلصنا المرافق بتاعتنا، حتى الغاز يعتبر الى حد ما الدنيا تمام عندنا، وان شاء الله في القريب العاجل بنسبه يعني على طول ان شاء الله هنوصل الغاز للعمارات بتاعتنا دي، زائد كمان ان المرافق بتاعتنا خلصانه، يعني سواء ميه او سواء صرف مطر او صرف صحي، لا خلصانه خالص وانتهينا منها وخلصنا المطابق بتاعتنا، مطابق الصرف، صرف صحي وصرف مطر. والله يا حضرتك انا هنا شغال مشرف عمار في الشركه، بنشتغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4، وبنسهر بعد الساعه 4 لحد الساعه 10 او حاجه. الشغل بتاعنا يا فندم شغل نظافه، خرسانات، اي حاجه بتتعلق بالعماله. بدينا من اول خرسانات وبتاع، احنا دلوقتي يعني تعبنا ياما واجتهدنا ماشي، دلوقتي لما نشوف احنا خلصنا ووصلنا للمرحله دي، تمام، احنا بنفسينا يعني بنفرح ان احنا وصلنا للدرجه دي، فيعني الحمد لله والدنيا هنا حلوه ومية مية وشغالين ومجتهد ويعني كل حاجه الحمد لله تمام. يا راجل ده انت حتى صدرتك الزراعيه عماله بتزيد، قلقان من ايه انت؟ غريب قوي، مش عارف. المهم خلونا نتكلم حبه على التنسيق بتاع الثانويه العامه، ايوه تنسيق الجامعات. بكره باذن الله يوم الثلاث الموافق 23 اغسطس ان شاء الله اول ايام اعمال مكتب التنسيق الالكتروني للجامعات الاهليه الجديده والمنبثقه الاثنين يعني عن الجامعات الحكوميه. هنبدا باذن الله من الساعه 9 صباحا تستمر حتى يوم الثلاث باذن الله 30 اغسطس 2022. كويس؟ طيب من ناحيه ثانيه ويمكن على نفس ذات الصعيد المتسق المتصل غير المنفصل، قرر دكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية من تمام الساعة 7 مساء الثلاث موافق 23 أغسطس. فاكرين لما كنت بكلم دكتور عادل عبد الغفار قلت له يا فندم هتمدوا يوم زيادة، قال لي ده بيترك لظروفه، فغالبا توقعاتنا جابت جول يعني زي ما بيتقال، وفعلا زاد يوم، وبإذن الله هذا اليوم مستمر إلى الغد الساعة 7 مساء. ليه الوزارة عملت كده؟ حرصا على مستقبل الطلاب اللي لسه ما عملوش التنسيق الإلكتروني بتاعهم لحد دلوقتي. الطالبات، شدوا حيلكوا حبة، وزي ما نصح دكتور عادل قبل كده لو تفتكروا في مكالمتنا الأسبوع اللي فات، يا جماعة
تعاملوا مع الموضوع بمنتهى الجدية، مش تعامل بس مع مسألة ان احنا نعمل التنسيق الإلكتروني بتاعنا بمنتهى الجدية علشان تجيلك الرغبات بتاعتك بالمظبوط بالمظبوط. كل ده بيتعمل ليه؟ علشان الفرصة بتاعتك تاخدها بمنتهى العدالة. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسفين سيادة النائب، ازي حضرتك؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله خير الحمد لله. والله تشكرات تشكرات انكم زودتوا يوم علشان الطلبة بتوع التنسيق. وسيادة الوزير كما ذكرت لحضرتك رفعنا تقرير احصائي بإعداد الطلاب اللي تقدموا حتى صباح اليوم، وسيادته ادى توجيهات لمكتب التنسيق بإضافة يوم لتمكين الطلاب الذين لم يتمكنوا خلال الفترة الماضية من التنسيق او لديهم رغبة الطلاب الآخرين في تعديل رغباتهم. وزي ما شاء حضرتك اشرت ان شاء الله باكر الساعة 7 مساء ستغلق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. عظيم جدا. قبل بقى ما هننتقل للنقطة بتاعة الجامعات الأهلية والجامعات المنبثقة عن الجامعات الحكومية، بخبرة حضرتك يا دكتور، إيه اللي بيخلي الطلبة بيتأخروا قوي كده في التنسيق الإلكتروني؟ في المرحلة الثانية عندنا أكثر من تفسير. بعض التفسيرات إن بعض الطلبة قدمت في أماكن أخرى. بعض الطلبة قد تكون تمكنت من الحصول على منح. بعض الطلاب لا زالوا مترددين من يعني تحديد رغباته واختيار تخصصات. فكل هذه الأسباب بتجمع عندنا في النهاية إلى إحصائية. هذا الإحصائية نرى إنه ضياع الفرصة عليهم لن تعوض، لأنه طبعا المشكلة حضرتك في التنسيق الحكومي هي فرصة واحدة لا تتكرر للطالب. فإذا فقد هذه الفرصة وبعدين بنواجه بعد ذلك، يعني إحنا عندنا حضرتك السنة دي ناس من السنة اللي فاتت ما نسخوش وجايين النهاردة أعلننا مرارا وتكرارا أن التنسيق الحكومي يعطى لفرصة واحدة ولا تقرب بالنسبة للطالب. من حقه في الجامعات الأهلية والخاصة أنه ممكن صلاحية شهادة الثانوية سنتين، لكن بالنسبة للتنسيق الحكومي، لأن إحنا حضرتك عندنا كل سنة أعداد كبيرة جدا بتتخرج من التربية والتعليم، فمقعده خلاص تم الحصول عليه من طالب آخر ولا يستطيع أن يسترد. ولذلك بنبقى حريصين كوزارة أن تعطى هذه الفرصة كاملة للطالب لكي يقرر، وحصوله على هذه الفرصة لن تخسره شيء. فمهم جدا خلال اليوم المتبقي على الطلاب الذين لم ينسقوا أن يستغلوا هذه الفرصة، وأيضا الفرصة لا تزال متاحة للطلاب الذين لديهم رغبة في إجراء تعديل على رغباتهم وترتيبهم. عظيم جدا. طيب هننتقل بقى للشق الجديد اللي هيبدأ برضو بس الصبح بكرة، لكن الساعة 9 صباحا بقى، ألا وهو تنسيق الجامعات الأهلية والمنبثقة عن الجامعات الحكومية. إن شاء الله 9 صباحا هنبدأ هذا المرحلة لمدة أسبوع، ودي تجتمع على 12 جامعة حكومية أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية. وكل جامعة من هذه الجامعات خلال الفترة الماضية المركز الإعلامي للوزارة هي قدم مرشد للطلاب، لأن احنا نعلم أن هذه تجربة جديدة، وبالتالي حجم الاستفسارات والأسئلة من الطلاب كان كثيرا على الصفحة الرسمية للوزارة. عملنا تحليل لكل هذه الأسئلة وردنا فيها على الطلاب من خلال أكثر من شكل فني. عملنا لهم انفجرافات تفصيلية، عملنا لهم مرشد سين وجيم يساعدهم، عملنا لكل جامعة على حدة شكل توضيحي بكل البرامج المتاحة في كل القطاعات. إن شاء الله بكرة، وده أستغل الفرصة للإعلان عن إنه الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية تنظم غدا أسبوع للتعريف بالجامعات الأهلية الجديدة في التجمع في مبنى التعليم الخاص بالهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية على مدار أسبوع كامل. و على هامش هذا الأسبوع سيكون موجود معمل حاسب آلي لمساعدة الطلاب في تعريفهم بكيفية التنسيق، وفي نفس الوقت مساعدة الطالب على التنسيق في نفس اللحظة. الفكرة هذا الأسبوع إن في ممثلين لكل الجامعات الأهلية الجديدة موجودين، أي استفسارات للطلاب ينورون على مدار هذا الأسبوع، يتم الإجابة على استفساراته وعلى أسئلته، ويتم كافة الإيضاحات يطرحها من خلال المتخصصين هيجاوبوا. وهو لو مش قادر ينسق لنفسه
هيساعدوه على التنسيق من خلال معمل حاسب متخصص يعني جهزناه لهذه المهمة تحديدا. كل ذلك بهدف أن الطالب يفهم البرامج المتاحة، آلية التعاون مع الجامعات الأهلية، نظام التدريس في هذه الجامعات، المصروفات الخاصة بها، كل ما يتصل من أمور أكاديمية وإدارية ومالية الحقيقة هتبقى متاحة من خلال هذا الأسبوع. عظيم جدا. طيب على ما يبدو أنه حضراتكم عملتوا تحليل كيفي رائع جدا، هل هناك تحليل كم يا دكتور نقدر من خلاله نعرف حجم المتوقع أو عدد المتوقع من الطلاب اللي هيقدموا في التنسيق بتاع الجامعات الأهلية؟ احنا الحقيقة يمكن حضرتك كان لدينا دراسات استطلاعية في بعض الجامعات، عندنا إقبال كبير جدا على بعض القطاعات الخاصة، القطاع الطبي في جامعات اللي هي الطلبة هي زاروا هذه الجامعات، حجم استفسارات ضخم، وفي بعض الكليات بالتأكيد المعروض يعني أو طلبات الطلاب ستزيد على الكميات المتاحة أو المقاعد المتاحة. أيا كان فالفرصة متاحة للطلاب في الـ 12 جامعة، لأن ما عندناش توزيع جغرافي يلزم الطالب بالتقديم في كلية معينة. هذا شيء إيجابي جديد في طبعا تجربة الجامعة. الطالب يقدر حضرتك يختار أي تخصص في أي مكان في أي محافظة. صحيح. فده يدي مرونة أكتر لينا في أن الطالب يتاح ليه، يعني إذا ما أمكنش بالنسبة له أن يحقق رغبته في جامعة ما، يستطيع أن يحقق هذه الرغبة في جامعة أخرى. وبالتالي هذه المرونة أولا هتساعد الطلبة من ناحية، ومن ناحية تانية تخلق توازن بين الجامعات في الاعداد من ناحيه ثانيه. طيب كما تقدم الدكتور عادل عبد الغفار بالنصح الاسبوع اللي فات للطلبه والطلبات اللي داخلين على التنسيق وازاي يعرفوا ويشتغلوا على رغباتهم بشكل انه يحول دون ان هم بعد كده يقدموا تظلمات او طلبات نقل من جامعه الى اخرى، اكيد اكيد في نصح ما يتقدم به الدكتور عادل عبد الغفار للطلبه المقبلين على تنسيق الجامعات الاهليه ايضا. بقول حضرتك رقم واحد، النهارده لا تزال الفرصة متاحة، يدخل على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، يتعرف حضرتك على كافة البرامج الدراسية. احنا عاملين نظام جديد، كل جامعة من الجامعات فيها اللي هيبدأ الدراسة السنة دي عدد من الكليات محددة. هذه الكلية لا تطرح كل البرامج، ولكن في كلية تطرح برنامج واحد فقط. وبالتالي يتعرف إذا كان الطالب لديه رغبة على سبيل المثال في برنامج الطب والجراحة، يقدر يشوف برنامج الطب والجراحة متاح في أي جامعات أهلية. الطالب معني بالقطاع الهندسي، في القطاع الهندسي لدينا برامج متعددة، مش كلية هندسة بس، لا. أيوه. صحيح كلية الهندسة متاحة في أكثر من جامعة، ولكن برامج مختلفة. يعني عندنا برامج تخص بناء المدن الذكية، في برامج تخص التشييد، في برامج تخص الذكاء الاصطناعي، في برامج تخص وهكذا. إذن ليست كلية الهندسة في عمومها، ولكن يدخل على البرنامج اللي عايزه في كلية الهندسة. هل هو عايز هندسة حاسبات؟ هو محتاج بطل بالذكاء الاصطناعي؟ هل هو محتاج هندسة الخاصة بالمدن الذكية؟ يعني ليست كمطلقة. وعشان كده حضرتك عملنا هذا الموضوع في انفجرافات توضيحية للطلبة، تقول له اختار البرنامج داخل الكلية، مش الكلية على عوالينا، لا. صح. يعني عندنا كليات كل ما تطرحه مجرد برنامج واحد أو برنامجين أو ثلاثة وفقا لما تطرحه الجامعة. عشان كده دي نقطة مهمة جدا، ولا تزال قدامه فرصة، ما يقلقش، يفكر كويس ويتشاور مع أهله ويرتب رغباته بشكل صحيح. صحيح، ده بالظبط عامل زي اللي بتعمل في الجامعات الكبيرة بتاع بلاد بره، برامج للدراسة بتتم اختيارها بمنتهى الدقة، حاجة تفرح بصراحة وتشرف. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور عادل، ألف شكر حضرتك دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. هستأذنكم هنروح لفاصل، وبعد الفاصل لينا كلام. أنا مسافر إيطاليا بقالي 10 سنين، فأنا كنت بسأل الدكتور أحمد كريمة إذا كان السفر مثلا لدولة أوروبية، هل في حكم الدين عندنا وحكم الشرع حلال ولا حرام؟ هل فلوسها مثلا العمل هناك
في البيئة هناك وفي الوضع هناك، هل من في الإسلام حلال ولا حرام؟ الشخص المنتحر الذي يظن بأن هذا الانتحار قد تخلص من هموم الدنيا، ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هو حكم الدين في المرأة التي تضع صورها على السوشيال ميديا؟ المرأة اللي متزوجة بتشارك زوجها في حياته وممكن تكون بتشتغل زيه في حق الكد والسعاية، ايه رأيه فيه؟ احنا سمعنا عنه لكن ما نعرفش التفاصيل، ايه رأيه في حق الكد والسعاية؟ انا كلاعب كيك بوكسنج القانون بتاع اللعبة بتاعتي بيحكم عليا ان انا لازم العب بشورت بس وبيكون ما فيش ملابس من فوق، فكده بيكون اسفل الركبة او اعلى الركبة باين، وبرضو عند من جذعي كله فوق حتى سرتي بيكون باين. ده قانون اللعبة بتاعتي، وانا اللعبة بتاعتي دي يعني تعتبر شغلي، فهل ده حرام شرعا ولا علشان هي شغلي فمن اضطر؟ جواز المسيار هل هو حلال ولا حرام؟ وايه الفرق ما بين جواز المسيار وجواز المتعة؟ يعني طبعا الكلام ده انتشر كتير قوي الفترة دي، فانا عايز اعرف اذا كان ده حلال ولا حرام وايه الفرق ما بينهم. خلوني الأول أرحب بضيفنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، منورنا مولانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والتحية واجبة لمتابعينا ومشاهدينا وأسرة البرنامج الموقرة. بقى زملائي الأعزاء مفرغين الأسئلة، فأنا قلت والله يمكن ما كنتش سمعت حلو، فقلت أما أقعد أقرأ تاني. في سؤالين بالنسبة لي والله أعلم يعني أغرب من بعض. السفر لدولة أوروبية حلال ولا حرام؟ علامة تعجب شديدة. لاعب الكيك بوكسنج اللي بيقول أنا بلعب بالشورت بس، فهو ده صح ولا غلط وحلال ولا حرام وشرعي ولا مش شرعي؟ أنا حتى في الفاصل قلت لفضلتك هو الناس بتفكر في الأمور الظاهرية دي أكتر مما ينبغي ولا أنا اللي غلطان؟ جامد، مش غلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أولا هؤلاء الناس يعذرون لأن جرت عملية تسطيح للعقول وتغييب للأصول والثوابت والقطعيات للدين الحق منذ يعني عقود قريبة إلى حد ما، فالمجتمع انغمس في ثقافة الثياب والشعور. يعني الثياب، تقصير الثوب، تطويل الثوب، الإسبال، ما الإسبال للرجال، النقاب، ما النقاب للنساء، حتى الحجاب واخد مش تغطية شعر رأس المرأة فقط، لا ده برضو زادوا ان لابد من الطرحة او الخمار يتجاوز الى منتصف جسد المرأة. دي ثقافة الثياب. ثقافة الشعور اللي هو طول اللحية، عرض اللحية، بالنسبة للنساء هل تأخذ الشعر الزائد من الحاجب ام لا، وهذا كله عمل عوار في الفهم للمسلمين، وده اللي يستدعي فعلا تسريع وتيرة تجديد الخطاب الديني. لأن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم سيضع قاعدة ترد على كل هذه الأمور وتأيدها في مهدها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. حضرتك لما المسلم يربى على معالي الأمور وعلى مقاصد النص وليس على مجرد حرفية النص ستختفي مثل هذه الأفكار والمفاهيم. فبسرعة في عجالة بالنسبة للأخ اللي بيسأل أنه يسافر لدولة يعني غير عربية أو غير إسلامية في نظره، هل هذا حلال أو حرام؟ شيء غريب وعجيب جدا أوي، لان احنا لسنا طائفيين ولا عنصريين ولا، لكن هقول لك لها جذور. ان السلفيه في فتاوى منسوبه لبعض الشيخين في موطن النشأة
قالوا لا تجوز السفر إلى بلاد الكفار، هكذا قال السلفي، مع أنه هم هيتعالجوا هناك وبيتعاملوا مع جميع منتجات الحضارة التي صنعت في البلاد غير الإسلامية. فالناس سبعت الكلام ده من سبعينات القرن الماضي أن لا تجوز الإقامة، مع أن طلاب موطن النشأة بيتعلموا في أمريكا وأوروبا. فدي قضية غريبة الشكل. اللي بيسأل برضو على الشرط اللي هو لغاية الركبة، هو معروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ومن لطف الله أنه جعل جسد الرجل في مجمله ليس فتنة، عكس جسد الأنثى، ولذلك الأنثى جسدها كله يستر ما عدا الوجه والكفين، إنما الرجل العورة من السرة إلى الركبة. اللي بيجي برضو بيسأل على زواج المسيار. زواج المسيار يعني هي استحدث وظهر في غير مصر، يعني يجي راجل يتزوج بسكرتيرة، يتزوج بامرأة، قد يكون في يعني وجود أركان عقد الزواج، لكن لا يوجد عدل بينه وبين زوجته الأولى، أو لا يوجد إشهار وإعلان بالقدر الكافي في محل إقامته، وقد يكون زواجا مشروطا وبالتالي يفتقر إلى الغرض الرئيسي. نعم. لقيمة الجواز كمؤسسة يعني. بالضبط، أحسنت. هو زواج المسيار يعني يتقابلان مثلا في مطعم، يتقابلان في أوتيل، ثم يقضيان الوطر أو العلاقة الحميمية وينصرف كل إلى مكانه أو مخدعه. لكن لما نقرأ الآية في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فزواج المسيار بدعة مستحدثة، نريد أن نتطهر المجتمع المسلم من زواج المسيار طبعا، ويتطهر من زواج المتعة عند إخوتنا الشيعة، لأن هذا ما في مهانة جدا للمرأة وللأسرة المسلمة. زواج المتعة خطر ويتنافى مع القرآن والسنة، زواج المسيار يتنافى مع المقصود الأعظم من الزواج. وللأسف يعني هذه الأمور بعيدة كل البعد عن روح فقه الأسرة في الإسلام. طيب أنا أستأذن مولانا. نعم. نطلع لفاصل، هنرجع بعد الفاصل نستكمل بقى اللي كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت، وثيقة نجران. نعم. ودي حاجة مهمة جدا. نعم. أستأذنكم نروح للفاصل، نرجع بعد الفاصل مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وفي حديث عن وثيقة نجران. طيب هو سؤال في السريع أسأله مولانا دكتور أحمد كريمة على مسألة وثيقة نجران التي أحب أن أطلق عليها دايما وثيقة نجران، مش صلح نجران لأنه لم تكن هناك الخصومة. وثيقة نجران، قدم وفد من رؤساء مسيحي نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على سكينة الصلاة والسلام، وسألوا عن الإسلام لكن لم يسلموا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لهم أن يقيموا مدة الضيافة في المسجد. في المسجد. ودي كان لها أبعاد. حلو. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الصبح، استأذنوا أن يصلوا صلاتهم فأذن لهم. المهم أن هم لم يسلموا وأرادوا الانصراف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معهم قوة تحرسهم إلى آخر حدود يثرب المدينة. فهما قبل المغادرة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اكتب لنا عهدا، فجاء وأمر بكتابة هذا العهد وأشهد عليه، كان ساعتها أبو سفيان وغيره. المهم اللي في الوثيقة إيه بقى؟ أيوة، أن لنصارى نجران الأبرشية والكنيسة والصليب وسائر مستلزمات شعائرهم الدينية. الله. اثنين، لا تكره فتاة نصرانية على التزوج بمسلم إلا إذا رضي أهلها. الله. ثلاثة، إذا احتاجت صومعة
أو بيعة أو كنيسة إلى مرمة فعلى المسلمين أن يرمموها من بيت مال المسلمين. يا سلام. يسمح لهم بشعائرهم بدون أي بخس أو أي ظلم. هذه الوثيقة في قمة حقوق الإنسان، كان من المفروض أنها تدرس في كليات الحقوق طبعا، كان من المفروض مع وثيقة أخرى عامة للمسلمين ولغير المسلمين أبقى أنا أعرض لها اللي هي صحيفة أو دستور أو وثيقة المدينة 54 مادة للتسامح وحقوق الإنسان كإنسان. دي بقى نقعد لها يوم الاثنين كده أرجو إن هذه الوثائق في تجديد الخطاب الديني تقدم في المؤسسات التعليمية والإعلامية والدعوية والرعوية لنقدم جواهر ونفائس الإسلام. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا مولانا، أوجزت ولكن أفدت كما جرت العادة. بارك الله كل شكر ليك مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. تخلص الحلقة لحد كده، لكن انتظرونا بعد دقائق. كريم رمزي صديقي وزميلي العزيز وبرنامج رقم 10 ولديه النهاردة حلقة خاصة صوالات وجولات وتحليل شديد التميز كما جرت العادة لواقعنا الكروي والرياضي، وبروح كريم الجميلة وجاذبيته الرياضية والإعلامية المعروفة. أما احنا إذا كان لنا العمر بكرة بقى احنا اللي عندنا الحلقة الخاصة. خد بالك ازاي هتعرف، نصيحة لوجه الله، استنانا بكرة. سلامات.